انطلق رالي ليبيا في دورته الخامسة لمدة 5 أيام، سباق حشدت له معظم المدن الليبية لتلتقي في هذه المنطقة التي كانت بالسابق نقطة عبور لجميع الراليات الدولية، لتصبح اليوم نقطة الانطلاقة منها. وزارة السياحة تعيد نظرها في عدم رعاية الرالي هذا، هذا رالي ليبيا يحمل رالي ليبيا. احنا تحدينا المنظمين، كان يتنظم 4 مرات فيما سبق عن طريق المنظمين أوروبيين، قام السنة هذه كان بيديروه في المغرب، قلنا لهم لا بنديروه في ليبيا من أجل ليبيا. للذين يهون الغوص في تاريخ الماضي البعيد، ولمن يريدون الخروج من نمط حياة المدينة والاستمتاع برحلة صحراوية لا تنسى طول العمر، فالجنوب بصفة عامة يمتلك مناطق سياحية في عمق الصحراء، كما يوجد خلف هذه الرمال أكثر من 15 بحيرة، لذا كانت رسالتهم الموجهة إلى وزارة السياحة الاهتمام بهذه الأماكن والنظر لها بعين الاعتبار قبل الشروع إلى فتح ملفات الرياضة. هذه مثلا منطقة أوباري فيها أماكن أثرية مثل منطقة جرمة السياحية، البحيرات خلف هذه الرمال توجد أكثر من 15 بحيرة، فيها منط خنجوج، جبال أكاكوس، يعني تمتلك يعني كثير من المأثورات السياحية، ونأمل من وزارة السياحة الاهتمام بهذه الأماكن السياحية وتنظر لها بعين الاعتبار. قطعوا الأميال والكيلومترات للوصول إلى الصحراء الليبية لتكون لهم بصمة تغطية الحدث، رسل خلف الكواليس من أجل توصيل رسالة إلى المشاهد في أجواء جميلة ورائعة. أبرز ما شاهدوه من اللجنة المنظمة ليس الفوز بالسباق، ولكن الهدف هو تجمع الشباب الليبي لمعرفة معالم بلادهم الحبيبة، أجمل واحات العالم تقريبا. أجواء رائعة كانت، والحمد لله هو احنا حبينا نشاركوا في الرالي هذا، ولاحظت ان البارح في الاجتماع نتاع اللجنه المنظمه ان هو الهدف ماهوش الفوز يعني بالسباق، الهدف كله انه هو تجمع شباب ليبيا، والحمد لله تجمعوا وتعرفوا على بعضهم، وكان الجو جميل ورائع، واليوم ان شاء الله بشت الامور 100% باذن الله. احنا تو على مشارف النقطه الاخيره اللي هي قبر عون. على فسيفساء الصحراء الليبيه تراصفت سيارات المشاركين، فكانت 34 سيارة مشاركة وأربع دراجات نارية، كانوا على أهبة الاستعداد لانتظار صافرة الانطلاق لمدى يومين وعلى جولتين، الأولى كانت على مسافة 48 كيلومترا من منطقة كركيبة إلى واحة قبرعون، بالنسبة للثانية كانت على مسافة 34 كيلومترا من منطقة تويوة إلى أم الماء. فبالرغم من الصعاب التي واجهت البعض منهم في مشاركته الأولى، إلا أن الهدف ذاك الخط المميز. الحمد لله حصلنا ترتيب حلوة، حصلنا الثالث وحصلنا الأول، وإن شاء الله ربي يوفقنا بعون الله. والله ما شاء الله ما نحكي لكش، طبعا عندنا حتى أصغر سواق وأصغر ملاح شاركوا معنا. أبرز ما ميز هذه الدورة ولأول مرة مشاركات محلية صرفة، بالإضافة إلى لمسات محلية بأيادي ليبية قامت برسم مسار الطريق. شباب كانت مشاركته الأولى فلم يتوقع الفوز أو التتويج بهذا اللقب. رالي ليبيا في دورته الخامسة، لحظات لن تنسى ولن تنسى على مر السنين. رالي ليبيا في دورته الخامسة تألق بوجوه جديدة تصارعت على الكثبان الرملية، فهل سنرى الدعم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة لمحافل قادمة؟ لقناة ليبيا الأحرار، حسن الصغير من الجنوب الليبي.